في المصارحة والفساد احضر الريحة. هي في المصارحة والفساد احضر الريحة. هي في المصارحة والفساد احضر الريحة. هذا في المصارحة والفساد احضر الريحة. هي في المصارحة والفساد احضر الريحة. أصفاكو جوج بحورة عايش العيشة مقهورة. 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 أصفاكو جوج بحورة. الجمعية المغربية لحماية المال العام اليوم أطلقت حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإطراء غير المشروع. هذه الحملة الوطنية تتضمن العديد من الإجراءات والتدابير. ضمن هذه الإجراءات وهذه التدابير هذه الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم أمام البرلمان. فضلا أيضا سنطلق خلال الأيام المقبلة عريضة إلكترونية موجهة إلى كل المغاربة للتوقيع على هذه العريضة من أجل حث البرلمان والحكومة على تحمل مسؤوليتهما في تخليق الحياة العامة وتجريم الإطراء غير المشروع. أيضا سننظم ندوة عمومية سنعلن عن تاريخها بمختلف المقاربات والمنهجيات تهدف إلى تسليط الضوء على تجريم الإطراء غير المشروع. ذلك أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشرها في الجريدة الرسمية سنة 2008. وأعتقد أن هذه المقتضيات والبنود هذه الاتفاقية ملزمة للمغرب، وضمن هذه البنود المادة 20 من هذه الاتفاقية التي تجرم الإطراء غير المشروع. اليوم هناك متابعات بعض المتابعات القضائية لبعض المسؤولين وبعض البرلمانيين، نعتبر ذلك مهما وإيجابيا. نتمنى أن يستمر بنفس سياسي وبرؤية تستشرف المستقبل وتتوخى القطع مع الفساد والإفلات من العقاب وتخريق الحياة العامة وفق استراتيجية وطنية مندمجة ومتعددة الأبعاد والمقاربات تهدف على المدى القريب وعلى المدى المتوسط للحد من نزيف الفساد وتطويق مخاطر الفساد على الدولة وعلى المجتمع. أنتم تابعتم كيف أن شبكة إسكوبار الصحراء كيف تورط فيها السياسيين، وهذا يشكل خطورة على المستوى على الدولة وعلى المجتمع. أيضا تابعتم كيف أن بعض النخب الحزبية اليوم كيف أنها متورطة في الفساد، وبالتالي فهذه النخب الحزبية الموجودة اليوم في البرلمان ليس من مصلحتها إطلاقا تجريم الإطراء غير المشروع ولا الحديث عن مكافحة الفساد. هذه النخب الحزبية اليوم متابع فيها أكلتين برلماني على هذه الأحزاب السياسية في نظري أن تعقد مؤتمرات استثنائية لمراجعة طريقة اشتغالها وبرامجها وأيضا معايير وقواعد الانتماء إلى هذه الأحزاب ووضع مدونة للسلوك تقضي عدم ترشيح كل المشتبه فيهم وهم المتورطين في شبهات فساد، إذ أن النخب الحزبية بعضها متورط في تبييض الأموال والشيكات بدون رصيد وفي تهريب المخدرات وفي السمسرة في العقار العمومي وفي العقار غير العمومي، بحيث أن هناك بعض المنتمين بعض الأحزاب اليوم يتحايلون على العقارات ويصنعون وثائق للاستيلاء على هذه العقارات والسطو عليها. إذن هناك اليوم فساد بنيوي وهيكلي. أعتقد أن التصدي للفساد يشكل مدخلا أساسيا لبناء دولة الحق والقانون. تعرفون أن 5% هي الناتج الداخلي الخام يستنزفه الفساد، 50 مليار درهم في مجال الصفقات العمومية. إذا لا بد لكي نتقدم من القطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب. محمد يشكر رئيس المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام. المهم هاد الوقفة الاحتجاجية الرمزية اللي انتم كإعلاميين الآن متبعينها كتجي في إطار واحد العديد ديال المبادرات اللي خديناها احنا كجمعية. اولا كانت ندوة صحفية بالمقر ديال النقابة الوطنية للصحافة، اليوم كذلك هاد الوقفة نحن عازمون على تنزيل عريضة ستوجه الى رئيس الحكومة، كذلك عازمون كذلك على ندوة غتسلط الاضواء على جريم ديال الاطراء غير المشروع. والسياق ديال هذه الوقفه وديال هذه المبادرات كتجي في واحد الاطار في التقدير ديالنا الخاص ان الفساد تغول لدرجه انه اصبح يهدد ويمس حتى النواه الصلبه للدوله. الجميع تابع ان كاين 30 ديال الملاحقات القضائيه ديال البرلمانيين، ويمكن بعض الجهات كتذاكر على ارقام اكثر من هذا.
احنا كو كنا في دوله تحترم نفسها ودوله اللي ما كتعانيش من الهشاشه الديمقراطيه كون دار شي لجنه ديال تقصي الحقائق الخطوره ديال هذا الفعل الجرمي ديال الاطراء غير المشروع، وبالتالي كنطالبوا تجريم ديال هذا الفعل وماشي يدمجوه في القانون الجنائي فصل، بل يكون عنده واحد نص خاص، يكون عنده واحد نص خاص. علاش؟ لان احنا بالدرجه الاولى لا تهمنا الاعتقالات ديال الناس بقدر ما كتهمنا ارجاع الاموال المنهوبه اللي هي ارقام في الحقيقه فلكيه واللي بها غنساهموا في التنميه ديال البلاد. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.